الإشارة هتبقى مع السادة الحضور، ضيوف مصر الكرام، إن القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى والهداية العظمى للناس أجمعين، فإن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. والله سبحانه وتعالى بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نذيراً للعالمين وأميناً على التنزيل. فالحمد لله رب العالمين الذي نزل القرآن على نبيه الكريم ليكون لنا نوراً، إذ قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا، صدق الله العظيم. وأهل القرآن هم خير الناس، فقد قال عليه الصلاة والسلام مادحاً من يقرأ القرآن: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، كأنه في صفوف الملائكة يتلو من القرآن مع السفرة الكرام البررة. إن العناية بالقرآن الكريم وخدمته من الأعمال التي يحرص عليها ولاة الأمر، فجاءت المسابقة العالمية 29 برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودورة هذا العام تحمل اسم أحد عظماء القراء، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
وخير ما نستهل به فعاليات هذه المسابقة آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر إنسان أنزل
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. الحضور الكرام، إن المسابقة العالمية 29 للقرآن الكريم التي تنطلق فعاليتها اليوم وعلى مدار 5 أيام تشهد لأول مرة زخماً في أعداد المتسابقين ومشاركة دول جديدة في المسابقة، إضافة إلى استحداث أفرع جديدة مثل فرع المحفظ المثالي والأسرة القرآنية، دلالة على أن مصر دوماً في خدمة القرآن الكريم. كلمة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. معالي السادة الوزراء والعلماء والقراء والسفراء، ضيوفنا الكرام، الجمع الكريم، يسرني ابتداء أن أرحب بحضراتكم جميعا وأن أنقل لحضراتكم تحياتي معالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي شرفني بالإنابة عن سيادته في افتتاح هذه المسابقة. كما يسرني أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تفضله برعاية هذه المسابقة وتكريمه السنوي لأوائلها في احتفال الدولة المصرية بليلة القدر، وتوجيهه بمضاعفة جوائزها وإكرام أهل القرآن، فلا يكرم أهل القرآن إلا كريم، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وبعد، فإن الكمال لله وحده ولكلامه ولكتابه العزيز، فهو كتاب الكمال والجمال لغة وأسلوبا ومعنى ومضمونا. فالجمال والكمال يتدفقان منه تدفقا لا حدود له ولا شاطئ له، فهو الكتاب
الذي يهجم عليك الحسن منه دفعة واحدة، فلا تدري أجاءك الحسن من جهة لفظه أم من جهة معناه، فلا تكاد الألفاظ تصل إلى الآذان حتى تكون المعاني قد وصلت إلى القلوب. فهو أصدق الحديث وأحسنه وأعزبه وأبينه وأبلغه وأفصحه وأزكاه وأطيبه وأصدقه، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، لا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حيث يقول الحق سبحانه: وإنه لكتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لم تلبس الجن السمعت أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وما أن سمع أحد الأعراب قول الله تعالى وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، حتى انطلق قائلا: أشهد أن هذا كلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوقين، وإلا فمن ذا الذي يأمر الأرض أن تبلع ماءها فتبلع، ويأمر السماء أن تقلع عن إنزال الماء فتقلع، إنه رب العالمين ولا أحد سواه. القرآن شفاء نستشفي به، شفاء ورحمة، حيث يقول الحق سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. جاءت كلمة شفاء عامة تشمل كل شفاء يذهب إليه عقلك، نستشفي به لقلوبنا وأرواحنا وأجسادنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهو نور مبين، حيث يقول الحق سبحانه: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهو أحسن القصص، حيث يقول سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص وأحسن الحديث، حيث يقول سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ويقول سبحانه: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا القسم يدرك أبعاده من يدرسون علم الكونيات والنجوم ومواقعها. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. ويقول سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وهو الكتاب الذي لا يمكن أن يناله التحريف ولا أن ينال منه تطاول المتطاولين، لأنه محفوظ بحفظ من لا يؤوده حفظ السماوات والأرض وما بينهما، وهو على كل شيء حفيظ. فهو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكلما ازداد تطاول المتطاولين عليه كان ردنا عمليا تطبيقيا بمزيد من العناية به حفظا وتلاوة وفهما وتطبيقا، سلوكا وأخلاقا ومنهج حياة، مع إكرام أهله وحفظته. فقد علمنا ديننا التسامي والرقي،
وهذا هو منهج قائدنا الذي يحاولون النيل منه، ولكن هيهات، علما بأنه كلما تطاول متطاول على كتاب الله عز وجل ازداد إقبال الباحثين على دراسته وزاد عدد المؤمنين به، فلا يتطاول على كتاب الله ولا يصد عنه إلا شقي، حيث يقول الحق سبحانه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك، بينك وبين من؟ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. والحجاب في دنيا الناس يكون ساترا، وعبر هنا باسم المفعول وأراد اسم الفاعل، دلالة على شدة الطبع على قلوبهم وأبصارهم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ويقول سبحانه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إنه كتاب القيم الإيمانية والأخلاقية والإنسانية في أسمى معانيها، يحدثنا عن كل شيء جميل، عن الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل والعطاء الجميل والدفع الجميل واللباس الجميل، والحديث عن جماليات القرآن يطول، فنكتفي باليسير، حيث يتحدث القرآن الكريم عن الصبر الجميل وهو الذي لا شكوى معه، فيقول سبحانه على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ويتحدث عن الصفح الجميل وهو الذي لا من معه، فيقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: فاصفح الصفح الجميل. ويتحدث عن الهجر الجميل حتى مع الأعداء والكفار والمشركين والمتطاولين، فيقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وهو الذي لا أذى معه ولا فسوق معه ولا سباب معه، وهذا هو منهجنا مع الذين يحاولون النيل منا أو من ديننا أو كتابنا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وتحدث القرآن الكريم عن العطاء الجميل الذي لا من فيه، حيث يقول سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويقول سبحانه: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وتحدث عن الدفع الجميل فقال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وتحدث عن اللباس الحسن الجميل فقال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأجمل اللباس ما تحدث عنه القرآن الكريم في قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. ويقول السموء لابن عادياء الشاعر الجاهلي: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل ثياب يرتديه جميل. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل ثياب يرتديه جميل. وإن أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل،
فنحن كماء المزن الصافي، فنحن كماء المزن ما في نصابنا كهام ولا فينا يعد بخيل، وما أوقدت نار لنا وما أخمدت نار لنا دون طارق، ولا ذمنا في النازلين نزيل. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل ثياب يرتديه جميل. ولو تتبعنا مواطن الجمال والكمال في القرآن الكريم لفظا ومعنى لطال بنا الحديث، وحسبنا أن نضع بإذن الله بين أيدي حضراتكم شذرات يسيرة من ذلك سجلناها في كتابنا الكمال والجمال في القرآن الكريم. وختاما أقول هنيئا لكم أهل القرآن، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخصته. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا أبين وأوضح من ضوء الشمس في الحياة الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا. أتمنى لجميع ضيوفنا طيب المقام، وللمتسابقين كل التوفيق، وأؤكد كلكم فائزون بالقرآن. أسأل الله أن ينفعنا جميعا بالقرآن وبركة القرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يخلقنا بأخلاق القرآن، وأن يجعل القرآن شاهدا وحجة لنا لا علينا، وأن يجعله شفيعنا يوم الزحام. مرحبا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكرام، نشاهد الآن فيلما تسجيليا من إنتاج وزارة الأوقاف بعنوان مصر دوحة القرآن على مدار الزمان. مسابقة مصر الدولية 29 للقرآن الكريم، مصر دوحة القرآن على مدار الزمان. انبسط نهار صاحبة التراث العريق والتاريخ العميق القاهرة المبهرة اليوم 4 فبراير 2023، إلا وصاحبه في التوقيت الراهن افتتاح مسابقة مصر الدولية لحفظ وفهم وتفسير القرآن الكريم في نسختها 29 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. فقديماً قدمت مصر العديد من الإسهامات التي كان لها دور مهم في خدمة القرآن الكريم ونشر رسالة الحق وعلوم الدين في العالمين. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع واليوم بفلسفة واضحة تبنتها الدولة لبناء الإنسان والجمهورية الجديدة، يضاف دور جديد لمصر بجانب الدور الكبير الذي تقوم به على مدار تاريخها الحضاري والإسلامي.
مسابقة مصر للقرآن الكريم درة المسابقات الدولية. في السنوات الثمانية الأخيرة منذ عام 2014 انطلقت جمهورية جديدة تسمو في خدمة القرآن الكريم وحفظه وتدبر معانيه ونشر تعاليمه. واصلوا جهودكم الجادة ومساعيكم المحمودة لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقي الذي يحمل كل معاني الرحمة والتسامح. فكانت إقامة الأوقاف المصرية 7 مسابقات عالمية منذ عام 2015 وصولاً إلى مسابقة هذا العام 2023 نسخة الشيخ مصطفى إسماعيل التي تشرف بوجودكم ومشاركتكم. إذن القاهرة تقول: نحن والعالم نتسابق ونتنافس في أشرف ميدان وأعظم مجال، القرآن الكريم. على جانب آخر، الأوقاف المصرية تستحدث عدداً من الأنشطة الجديدة التفاعلية التي تسهم في خدمة كتاب الله عز وجل وتعتني بتعليم القرآن حفظاً وفهماً وتطبيقاً. فكان إطلاق متعدد المقارئ القرآنية التي حملت كل واحدة منها عنواناً وهدفاً، فمصر والقرآن الكريم صنوان، مقارئ كبار القراء، مزامير أرض الكنانة. ورتل القرآن ترتيلا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مصر صوت المقرئين من ماتوا أو الأحياء، فيها أبهى ما تسمع من ترديد لآيات كتاب الله. إنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. هي دولة التلاوة وعظماء القراء أصحاب الأصوات الملائكية والحناجر الذهبية في الماضي والحاضر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فجاء إطلاق الأوقاف لمقارئ كبار القراء الأعلام بروايتي ورش وحفص لإحياء واستعادة أعلام دولة التلاوة القرآنية ممن سبقوا. مقارئ الجمهور نحو بناء جيل قرآني. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. حتى تنعم الأمة بضبط كتاب ربها تلاوة وتجويدا، إطلاق مقارئ الجمهور للرجال والسيدات في مساجد مصر كافة. ياسين والقرآن الحكيم. فبلغت أعدادها أكثر من 2900 مقرأة على مستوى الجمهورية، ذلك لأنها تضاهي حلقات التحفيظ في الأهمية وصالحة لجميع فئات المجتمع حتى الكبار والعوام. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومع الناشئة تعد كمشروع رائد متخصص في تعليم القرآن الكريم وخدمته، وتؤهل جيلاً يحمل فكراً وسطياً مستنيراً وفق القيم القرآنية السمحة. مقارئ الأئمة القراء إعداد جيل جديد. فلنولينك
إنك قبلة ترضاها. خطوة جديدة من الأوقاف تأتي للعناية بأئمتها وإطلاق مقارئ الأئمة القراء لصقل مواهب جيل الأئمة المعاصر في حفظ وتجويد القرآن بطريقة صحيحة. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. واكتشاف القدرات لديهم ورعايتها ليكونوا جيلاً من المقرئين والمجودين وخطباء متميزين. المقارئ النموذجية للأئمة، التلاوة بأصوات عبقرية. ولإبراز المواهب مقارئ نموذجية لأصحاب الصوت الحسن من الأئمة الذين يمتازون بحلاوة الصوت ووضوح المخارج والتمكن من الأحكام والضوابط والقراءة بالتجويد وحسن الترتيل. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والوقف حيث يحمد الوقف والوصل حيث يحسن الوصل. مقارئ الواعظات، المرأة في طليعة الخدمة المجتمعية. اجتمعنا حول مأدبة القرآن الكريم يتدارسن كتاب الله عز وجل ويتلونه بينهن فهما لمعانيه ومقاصده. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. واعظات الأوقاف التي ينشرن الفكر الوسطي المستنير ويشكلن الوعي الديني الرشيد من خلال مقارئهن القرآنية للسيدات التي يحرصن على الحضور لتلك المقارئ لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه. 36 مقرأة قرآنية أقامتها الأوقاف للواعظات المتقنات لحفظ القرآن الكريم حتى الآن، من منطلق مشاركة المرأة في الأنشطة الدعوية والقرآنية. سعي متواصل من الدولة المصرية في 8 سنوات الأخيرة للارتقاء بخدمة القرآن الكريم، وتطوير ملموس في الأنشطة كافة يطال وطناً نابضاً عبر السنين وفي كل حين، ويعلو شأنه أكثر في خدمة القرآن والإسلام والمسلمين. مصر في خدمة القرآن الكريم. السادة الحضور، إن القرآن الكريم الذي عرضنا جانباً يسيراً من جوانب معجزاته التي تمثل بحراً لا ساحل له، قد تكفل الله بحفظه ووعد به في متن آياته، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فاتسع اهتمام مصر بالقرآن الكريم حتى أنشأت الكليات الأزهرية أقساماً خاصة بالقرآن الكريم، كما صدرت مصر علوم القرآن الكريم ومعارفه إلى دول العالم أجمع. فالمصحف الشريف سيبقى في عليائه كتاباً إلهياً هادياً للإنسانية كلها، وإنه لن ينطفئ له نور لأن الله تعالى تعهد بإتمامه. كلمة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يلقيها نيابة عنه الأستاذ الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،
معالي السادة الوزراء والعلماء والسفراء الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويطيب لي في البداية أن أنقل إليكم تحيات فضيلة مولانا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف سلمه الله ورعاه، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر، وكلاهما يتمنى لهذا الملتقى دوام الاستمرارية والبقاء وأن يحقق هدفه وأن يعود خيره على البشرية جمعاء، خصوصاً وأن هذا الخير يأتي مرتبطاً ومنبثقاً عن كتاب الرفيع القدر واسع الفضل ختم الله به الرسالات السماوية وأتم به الدعوات الإلهية وجعله بمعجزة باقية وإعجاز خالد. الحضور الكرام، إن القرآن الكريم مفجر العلوم ومنبعها ودائرة شمسها ومطلعها ودستور الأخلاق وعمادها، بهرت مناهجه العقول وظهرت آثاره على كل مقول، فقد أحكم الحكيم صنعته وقسمه إلى ما يلزم عنه من معان وأحكام، فكان الحال بتصديقه أنطق من اللسان، وبرهان العقل فيه أبصر من شاهد العيان، فسبحان من سلكه ينابيع في القلوب وصرفه بأبدع معنى وأحسن أسلوب. لا يمكن للإنسان أن يستقصي معانيه أو يقف على وصفه على الإطلاق. الحضور الكرام، لذلك كان هذا الكتاب المعجز له أثر عظيم في حياة البشرية، سواء كان على الجانب العلمي المعرفي أم الجانب الإصلاحي التربوي الشامل للجانب النفسي والجسدي المادي. أما على الجانب العلمي المعرفي فقد ارتقى بالعقول على تفاوتها وسعى بالألباب على تباينها وأصلح عجاج الألسنة على تنوعها، فحارب انحراف العقول بتصحيح المفاهيم وتقديم الحقائق للعالمين، وخاطبها بما فيه النفع، وقدم لها العلاج الناجع في نفوسها، وزكى الألباب وامتدحها وشرفها ونوه بسمو أهلها، وقد سلك في ذلك المناهج العقلية السديدة والأدلة الفلسفية الحكيمة، وأتبع الجدال بالتي هي أحسن، داعياً إلى السير والتأمل في العالم، فقال تعالى: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن هذا المنطلق فقد أولى العلماء أرباب العقول وأصحاب النهى عناية فائقة ورعاية رائقة، فجعل تفصيل الكتاب المجيد لأجلهم، فقال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. ورفع قدرهم وأعلى شأنهم، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبشرهم بالمقام الرفيع والدرجة المثلى، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكان من باب الإشادة بهم والتنبيه على فضلهم أن جعل العلم هو ميزان التفاضل بين البشر، فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن ثم فقد حث على العلم ودعا إلى التحلي به والتلبس بمقوماته، وقدم في سبيل ذلك أسمى الدوافع إليه وأبلغ البواعث عليه. ولا شك أن ارتقاء الأمم أفراداً وجماعات لا يتأتى إلا بالعلم والمعرفة، ولا يتسنى التقدم إلا مشروطاً بهما، ففي التحريض عليه إصلاح للتقهقر ودفع للتقدم ودعوة للتحضر وفتح باب للدخول في سباق الحضارة. الحضور الكرام، لقد نزل القرآن الكريم في ليلة القدر ليعلن احترام الإنسان
ويؤكد تكريمه وتفضيله على سائر المخلوقات، ويفتح أمامه آفاق العلم وأبواب المعرفة بلا حدود، ويدفعه دفعاً للتفكير والنظر والبحث والتأمل بعدما حرر فيها عقله من أغلال الجهل والجمود والتقليد والاتباع الأعمى بغير حجة ولا دليل. وأما على الجانب الإصلاحي التربوي فلم يترك ثغراً حياتياً إلا وعليه جند من جنود الهداية، ولا عجب في ذلك، فقد انطوى القرآن الكريم على رسالة رب العالمين إلى جميع خلقه، وابتعث من أجل إبلاغها كريم رسله. ومن المقرر الذي لا ريب فيه أن كل صانع هو أعلم بصنعته وهو حكيم خبير، قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعليه فكل ما تعبدهم به من أوامر ونواه إنما هو قانون لإصلاح، ودستور لرقي، ووثيقة لضمان فلاح في الدين والدنيا والآخرة. ومن هنا فقد شرع لهم ما به الصلاح في الحال والمآل، في الظاهر والباطن، للروح والجسد. فجاء المنهج القرآني متفقاً مع حاجات البدن، فلبى الرغبات دون حدود لا يمكن التجاوز عنها، من شأنها المحافظة على الإنسان روحاً وجسداً، كما تناغم مع حاجات الروح فاستجاب لهذه المتطلبات التي تبحث عنها، وأمدها بأسمى غذاء لها، والذي يتمثل في علاقة إيجابية بالله تبارك وتعالى. فالعبادة من متطلبات تلك الروح التي هي حبيسة البدن، وكانت أولى العنايات التي حرص القرآن عليها هو التحقيق لمصالح البشر، فسن لها ما يحفظ لها ذلك. فكانت هذه الكليات الخمس: الدين والنفس والنسل والعقل والمال. ولهذا جاء القرآن الكريم بأمهات الفضائل وجوامع الأخلاق والآداب، وقرر المسؤولية الفردية والجماعية. ومع أن القرآن الكريم قد أقر سنة التفاوت بين الناس في العلم والمعرفة والخلق والرزق والمعيشة، إلا أنه هدم العصبية وأتى على بنيانها، فساوى بين الناس جميعا، ولم يفرق بين إنسان وإنسان، ولا بين جنس وآخر، ولا بين أمة وأمة أخرى، إلا بالتقوى والعمل الصالح. فكان التعدد والاختلاف بين عقائد الناس وألوانهم ولغاتهم وسيلة للتعارف والتعاون والتحاب والتشارك. فقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كما أعلن القرآن الكريم تحرير المرأة وأعاد لها ما صودرت لها من أنظمة المجتمعات في ذلك الوقت من حقوق لا يتسع المقام لسردها، وجاء بفلسفة جديدة تقوم على العدل والمساواة والشورى والرحمة ومنع الاستبداد. فقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لقد وجه القرآن الكريم العباد إلى كل خير، فأمرهم بأحسن الأخلاق، وأرشدهم إلى أقوم القيم وأفضل المبادئ. الحضور الكرام، عندما ننظر في الجوانب الإصلاحية التي لا يحصرها الكلام ولا يمكن لنا أن نقف عليها في مثل هذا اللقاء، نجد أنها قد جاءت في إطار مناهج متعددة تنشد الرقي بالفرد والمجتمع، وتهدف إلى التقدم والإبداع والتوجيه والتميز في إطار تربوي فريد،
وإرشاد رباني حكيم لا يصدر إلا من العليم الخبير. ولما كان الفرد هو أساس مجتمعه واللبنة الأولى في تأليفه وتكوين جماعاته، فها هو القرآن الكريم على جانب الإصلاح يرفع الركام عن الفرد الهائم في الضلال، فيخرجه من ظلمات نفسه إلى نور منهج ربه سبحانه وتعالى، في وقت صار الإنسان وفق غرائزه ووقع في شهوات نفسه فأطلق لها العنان واستباح لها الرغبات، فخرج على الفطرة وقوانينها واستبدل الطبيعة البشرية وهيئاتها وغير السنن الإلهية ومرادها، فاستجاب لنداء طبائعه المظلمة فشرب الخمر وقتل وسرق وأتى الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وخرب وأفسد وانتهك المحرمات وأتى على الحقوق وأضاع الواجبات. هنا نجد التدخل السماوي والتشريع الإلهي جاء ليناهض هذا ويعالج تلك الجرائم المنكرة، فدعاه إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الحضور الكرام، هناك الكثير مما نزل به القرآن الكريم في شؤون المجتمعات وفي العلاقات الدولية وفي أمر العقوبات وفي الأسرة وفي المجتمعات الراقية وفي المدن الفاضلة وغير ذلك. دع عنك ما يتعلق بالعقيدة والعبادة والمعاملات بتنوعاتها والغيبيات والدار الآخرة بتفاصيلها، ورغم ما جاء به ودعا إليه وحذر منه، إلا أنه على مدى 14 قرنا يتعرض لحملات التشويه والازدراء وتنفير الناس، ولا يزال ولا غرابة في ذلك. فالصراع بين الحق والباطل باق، والتنازع بين الخير والشر مستمر، ولكن هيهات لهم، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. الحضور الكرام، إن هذا الكتاب الكريم حرر ضمير الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، وخلص عقل الإنسان من الأوهام والأساطير والخرافات، وتسامى بنفسه ومشاعره فوق المادة وعبودية الغرائز وإغراء الشهوات. هذا الكتاب المجيد صنع رجالاً، بل صنع أمةً نقلها على ضعفها وبساطتها ورثاثة حالها من المحلية إلى العالمية ومن الإقليمية إلى الدولية في غضون عقود قليلة، واستطاعت أن تنتشر في شرق الدنيا وغربها، واستطاعت أن تقيم في الدنيا بأسرها حضارة لا يزال دينها ثقيل في أعناق صناع حضارة اليوم ورموزها وعلمائها ومفكريها. الحضور الكرام، لقد عمد القرآن الكريم إلى محاربة الرذائل بأسمى أنواع العلاج وأقوم سبل المواجهة لها، فحد الحدود وشرع العقوبات وأقام المبادئ وشيد القيم وأرشد إلى الأخلاق وقنن القوانين التي تقوم وتهدف إلى إصلاح الفرد وانتظام المجتمع. لكل ما سبق أقول، حسناً فعلت وزارة الأوقاف المصرية عندما حرصت على إقامة مسابقة عالمية للقرآن الكريم تذكيراً بفضله وتأكيداً على واجب الأمة نحوه وتنبيهاً على خطورة هجره وقبح الإعراض عنه، الأمر الذي يؤكد على أهمية التنافس في حفظه والتسابق في القيام بأمره والعمل بما فيه. إن الاحتفال اليوم وإن كان خاصاً بالمتسابقين فهو في حقيقته احتفال بالقرآن الكريم، وفي الوقت ذاته احتفال بقدر العلم والعلماء في هذا الكتاب الكريم، خصوصاً وأن المقصود بالعلم هنا هو ما تضمنه القرآن من دعوة
إلى الحكمة والمعرفة وسعي في تحصيلها بما يحقق سعادة الدنيا والآخرة، لأن الحضارة التي صنعها القرآن الكريم حضارة تعارف وتعامل وتكامل وعمران وبنيان، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بالنظر في القرآن وتدبر معانيه وفهم مراده وكشف أسراره وإدراك مراميه والوقوف على بلاغته وسمو عبارته ورقي دعوته وحسن نظمه وجمال بيانه. ويتأتى هذا كله أولاً وآخراً بحفظ نصوصه ومعرفة أحكام تلاوته، هذا الحفظ الذي يرفع أصحابه وذويهم في الدنيا والآخرة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. الحضور الكرام، إن الحديث عن القرآن الكريم الذي هو آخر التنزلات الإلهية حديث لا يستوعبه الزمان ولا يحصره المكان، لأنه يتعالى فوق الزمان وفوق المكان ويتسامى إلى ما بعد العقول ويذهب بعيداً إلى ما وراء التاريخ ومطارح الوهم والخيال. ويكفي أن الله تبارك وتعالى كما تكفل بتنزيله وتفرد بتنزيله تكفل بحفظه، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجزى الله خير الجزاء وزارة الأوقاف على هذه الخطوة المباركة، وأشكر لكم حسن الاستماع وجميل الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم حصن مصر وبركتها، والله سبحانه وتعالى قد اختص مكة المكرمة بإنزال الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه اختص مصر بتلاوة القرآن الكريم، فقد حبى الله أهل مصر بحناجر قوية وقراء عظام، إذا ذكرت أسماؤهم تحولت أسماعنا وأذهاننا، فلكل منهم أداء خاص، حتى صار كل واحد من هؤلاء مدرسة مستقلة متكاملة في الأداء القرآني. كلمة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السماحة والفضيلة، علماء الأمة، ضيوف مصر الكرام، أحييكم جميعاً بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمما لا شك فيه أن القرآن الكريم كتاب الله المعجز الذي بهرت آياته أصحاب العقول الراقية وأدهشت تعاليمه أصحاب الفلسفات السالفة بل والخالفة، وأعجز نظمه المحكم المتين أرباب البيان والفصاحة وسدنة الحكمة والبلاغة، وهو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هدى ونورا ورحمة للعالمين. والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هما الصنوان اللذان لا يفترقان أبدا، وهما المصدران التشريعيان اللذان دارت عليهما وتفرعت عنهما
جميع علوم المسلمين في شتى المجالات والتخصصات من عقيدة وفقه وحديث وأخلاق إلى غير ذلك، وإن خير ما نجتمع من أجله ونتشرف بخدمته ونسعى لنشر تعاليمه الخالدة هو القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة التي تبين مجمل القرآن الكريم وتخصص عامه وتقيد مطلقه وتبين بجلاء ووضوح مقاصد الشرع الشريف من القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد روى الترمذي رحمه الله تعالى عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة؟ فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ومن عجيب إعجاز القرآن الكريم أن يسر الله سبحانه وتعالى حفظه واستظهاره وتلاوته على نحو لافت لم يحدث لكتاب من الكتب البشرية ولا لكتاب من الكتب الإلهية عبر الزمان والمكان. وهذه المعجزة الباهرة لا ترتبط بلغة ولا لسان ولا زمان ولا مكان، بل نراها واضحة جلية في العرب وغير العرب في كل زمان ومكان. وما هذا إلا تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أن يسر الله سبحانه وتعالى حفظه وتذكره وأزال عن المتدبرين المحبين جميع العلائق والعوائق التي يجدونها في غيره من الكتب، حتى يسهل على أصحاب العقول الراقية والهمم العالية الاعتبار بتعاليمه الكريمة والعمل بأخلاقه الراقية. وإن هذا الحفل الكريم ليدل دلالة واضحة على مدى اعتناء واهتمام مصر وقائدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدل على اهتمامهم جميعاً بالقرآن الكريم وبحملة القرآن الكريم وبتكريم حفظة القرآن الكريم وبإنزالهم المنزلة الكريمة اللائقة بهم. فمصر قلعة كبيرة من قلاع التلاوة للقرآن الكريم وحفظه وتعليمه ونشر قيمه وأخلاقه الخالدة الراقية في العالمين. والدولة المصرية تقدم دائماً كل الدعم والتكريم لأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذا وإننا لنشكر لوزارة الأوقاف المصرية ولمعالي الوزير الأخ الكريم الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، نشكر لهم تلك الجهود المشهودة الجبارة في خدمة القرآن الكريم،
حفظاً وتلاوةً ودعوةً وبياناً وتفسيراً، وهي جهودٌ لا تقتصر على هذه المسابقة فقط، وإنما تمتد لتشمل عقد المقارئ المستمرة على مستوى العالم كما رأيتم قبل ذلك، عقد المقارئ المستمرة على مستوى جمهورية مصر العربية التي تلتف حولها أفئدة المحبين من الشعب المصري الكريم، وكذلك إخراج التفاسير الكريمة لكتاب الله تعالى من خلال الطبعات الفاخرة التي يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتي تسعد العلماء والباحثين وطلاب العلم في شتى بقاع المعمورة، وغير ذلك الكثير من الجهود التي تبذلها الوزارة. سادة الكرام، إن مصر الكنانة ومصر الأزهر الشريف ومصر الحضارة ستظل دائماً قبلةً لطلاب العلم الشريف، وكعبةً ومنارةً علميةً لأهل القرآن من شتى بقاع المعمورة. والدولة المصرية كانت وستظل راعية لأهل العلم والثقافة، تقدم لهم كل الدعم من خلال مؤسساتها المختلفة، وستظل مصر إن شاء الله تعالى مقصداً لأهل القرآن الكريم والعلم الشريف في كل وقت، فإن هذه الرعاية من ثوابت الوطنية المصرية التي يدعو إليها ويؤكد عليها دائماً سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله تعالى ورعاه. وفي ختام كلمتي أتوجه بخالص دعائي لجميع العاملين في وزارة الأوقاف المصرية، وعلى رأسهم معالي السيد الوزير محمد مختار جمعة، بأن يكلل الله سبحانه وتعالى جهودهم بالنجاح والبركة، وأن يسدد خطاهم في العمل لخدمة كتاب الله تعالى والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن القرآن الكريم يهدي أتباعه للحق ويأتي شفيعاً لصاحبه يوم القيامة، واتباع منهجه وسلوك طريقه سبب للسعادة في الدنيا والآخرة، والمسلم يرتقي بالقرآن منازل الجنة بقدر ما قرأ ورتل من القرآن الكريم، فقد قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. كلمة الأستاذ الدكتور أسامة العبد، أمين عام رابطة الجامعة الإسلامية. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معالي الوزير أستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، السادة الوزراء والسفراء والعلماء الأجلاء، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة ينبغي على من يتحدث، وأن يكون آخر المتحدثين، عليه أن يلتزم أو يقصر من كلامه، فأقول: يقول ربنا عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. القرآن الكريم هو معجزة الله سبحانه وتعالى الخالدة
الباقية الدائمة إلى يوم القيامة. هذه المعجزة ونزولها باللغة العربية شرف كبير لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، العربي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم، وشرف كبير للأمة العربية، عليها أن تشكر هذه النعمة وأن تظل شاكرة لها إلى يوم القيامة بحفظ كتاب الله وتلاوته وترتيله إلى يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله سبحانه وتعالى حقيقة هقف مع آيتين. الآية الأولى أكرمنا بها فضيلة المفتي، وهي المعجزة الأولى بأن يحفظ كتاب الله من غير العرب الكثير والكثير ويهتم بكتاب الله، وهذه معجزة كبرى. تجد أنا كنت طالب ساكن في مدينة البعوث، وكان بيصلي جنبي دائما واحد من جزر القمر، وجزر القمر دي لغتها لغة فرنسية، والله كان يقرأ القرآن يجعلك تخشع ويجعلك كأنك واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أخذ المثال الثاني من المعجزات، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آية واحدة بها أمران وبها نهيان وبها بشارتان. أيها البلغاء، أيها الفصحاء، هل تستطيعون أن تظهروا لنا هذه البلاغة في هذه الآية الواحدة؟ لا والله. إعجاز دليل على أن القرآن ليس من عند محمد ولا من عند أحد، وإنما من عند المولى عز وجل. علمنا القرآن الأدب، الأدب في كل شيء، في العلاقة مع الله، وفي العلاقة مع الإنسان، وفي العلاقة مع الطبيعة من حولنا، وفي علاقتنا مع الجماد والحيوان. وأقرأ بعض الآيات الكريمة، يقول ربنا عز وجل معلماً: وقولوا للناس حسنا. دستور ينبغي علينا أن نلتزم به وأن نعمل به وأن نطبقه في كل أقوالنا وفي كل أفعالنا. ويقول مولانا عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ما هذا الجمال، ما هذا البيان، ما هذا الإعجاز القرآني. ويقول ربنا عز وجل في علاقة الإنسان بأبويه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الحقيقة الأمثلة أمامي كثيرة، لكن الوقت قد ضاق، فدعوني أستسمحكم في بعض الأبيات الشعرية تهنئة لأبنائنا. يا قارئ القرآن،
يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد، اقرأ لعل الله يوقظ غافلا من قومنا ويلين قلب عنيد، اقرأ ليرجع ظالم عن ظلمه ويقر بالإيمان كل جحود كل جحود، اقرأ ليهدأ قلب اقرأ ليهدأ قلب كل مروع من قومنا وفؤاد كل شريد وفؤاد كل شريد، اقرأ ليسمع كل من في سمعه وقر من الأقصى إلى مدريد، اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى معنى بلوغ مقامها المحمود. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشة إلى حوض الهدى المورود، شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. هذا هو القرآن دستور الهدى فيه الصلاح لطارف وسديد، قرآننا سر النجاة لنا بما يحويه من وعد لنا ووعيد. أكرم بقوم لأبنائنا أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا، سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. شكرا لمعالي الوزير على حفظه على كتاب الله وحفظه على حفظة كتاب الله، ولا يفوتني إطلاقا وأرى أن من الواجب أن نشكر صاحب الرعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكرم أصحاب القرآن وحملته وأجزل العطاء المادي لحفظه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا من كل سوء وأن يحفظ مصر من كل سوء. اللهم احفظ مصر من كل سوء وأعدها يا ربنا إلى قيمتها وقامتها العربية والإسلامية والإفريقية والعالمية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، السادة الحضور، بعد أن انتهت الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية 29 للقرآن الكريم التي تنظمها وزارة الأوقاف برئاسة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وبرعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نشكر لحضراتكم، وبعد قليل تبدأ الفعاليات على مدار 5 أيام. شكرا لكم.